بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله سوف نستكمل دروس مادة المهارات الإدارية للصف الثاني إنساني. موضوع درسنا لهذا اليوم اللي هو البريد الوارد والصادر. طبعا البريد الوارد والصادر يعتبر من الأعمال المكتبية المهمة التي تخص مكوننة العمل المكتبي. في درسنا اليوم راح نتعرف على أهمية البريد للمنظمة وإجراءات البريد الواردة وإجراءات البريد الصادرة. بداية سوف نتعرف على أهمية البريد للمنظمة. طبعا تعد حركة المراسلات في المنظمة داخليا وخارجيا العمود الفقري في الأنشطة المكتبية، لذلك تلقى أعمال البريد أهمية من قبل الإدارة لما لها من أثر فعال على كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المنظمة. وترجع هذه الأهمية إلى الاعتبارات الآتية: أولاً، يعد قسم البريد نقطة الاتصال المهمة التي تربط المنظمة بالمنظمات الأخرى. أيضاً تعمل الخدمة البريدية الناجحة على مساندة الأنشطة المكتبية الأخرى مثل إعداد المراسلات وسرعة عملية الحفظ وإنهاء المعاملات. أيضاً في المنظمات التي تمارس نشاطها عن طريق البريد تعد المراسلات وحركتها مهمة جداً لها، ويكون البريد في هذه الحالة هو المعيار الحقيقي. طبعاً تمارس بعض الشركات البيع عن طريق التواصل بالبريد فقط، وكذلك تتم الدراسة عن طريق المراسلات في بعض الجامعات. إذاً هنا أهمية لقسم البريد أو أهمية البريد للمنظمة. إجراءات البريد الوارد. طبعا تبدأ أعمال المنظمة من البريد الذي يرد إليها، ويعد الأساس الذي تمارس عليه باقي الأعمال المكتبية. وحتى يتم تحقيق الكفاءة في معالجة البريد الوارد يجب القيام بعدد من الإجراءات، ولا بد من توافر الإمكانيات والمعدات اللازمة لمعالجة البريد الوارد. وتتمثل إجراءات البريد الوارد في الخطوات التالية. ما هي هذه الخطوات؟ أولا تجميع البريد واستلامه. تجميع البريد واستلامه. يتم جمع البريد الوارد للمنظمة من صندوق البريد الخاص بالمنظمة، ويتولى مندوب المنظمة عملية استلامه، كما أن بعض البريد الوارد يرد إلى المنظمة مباشرة مثل البريد السريع والبرقيات والفاكس. ويجب أن يحدد شخص بقسم البريد الوارد يكون مسؤول عن استقبال واستلام هذه المكاتبات. 2، فتح البريد وفض محتوياته وفحصها. بعد تجميع البريد واستلامه و يعني معرفة تجميع هذا البريد الوارد للمنظمة، يتم فتح البريد وفض محتوياته وفحصه. بعد وصول البريد يقوم إحدى العاملين بفتح البريد تحت إشراف رئيس القسم، ويكون ذلك في الفترة الصباحية بعد فتح المظاريف، ويتم فض المحتويات والتأكد من أن المظاريف فارغة قبل التخلص منها. اللي هو البريد الشخصي أو السري، ويتم إرساله إلى الشخص والإدارة المعنية دون فتحه. مثلا هذا البريد مختص بموظف معين في المنظمة، يتم نقله إلى هذا الموظف دون فتحه أو التصرف فيه. أيضا بعد ذلك يتم فحص مضمون كل رسالة لتحديد الغرض منها حتى تسهل عملية توزيعها. وفي حال وجود مرفقات أو شيكات أو حوالات يجب التأكد من مطابقتها بما هو وارد في مضمون الرسالة. ثالثا، ختم البريد. يجب ختم كل رسالة بخاتم بريدي يوضح تاريخ وموعد ورودها والجهة المرسلة إليها الرسالة، مع إعطائها رقما متسلسلا وبعض المعلومات المهمة لكل منظمة. رابعا، يتم فرز البريد وفهرسته. في هذه الخطوة يقوم العاملون بفرز البريد لتحديد الأداة المختصة، ثم يتم وضع المراسلات في الأماكن المخصصة لكل إدارة. وبعد عملية الفرز يتم تحديد رقم الملف الخاص بالمكاتبة مع واقع فهارس محددة. خامساً، القيد في دفتر البريد الوارد. يخصص في الغالب دفتر يطلق عليه دفتر البريد الوارد، حتى يكون يسجل فيه كافة المراسلات الواردة، ويتضمن المعلومات الخاصة بالرسالة مرسلها. وكثير من المنظمات الآن تستخدم برامج حاسوبية للاتصال الإدارية تضبط حركة البريد الوارد والصادر. أهم هذه المعلومات التي تكون في السجل: رقم الوارد والتاريخ والجهة المرسلة والموضوع والمرفقات والجهة المختصة. سادساً، عندي
توزيع البريد الوارد يتم في هذه الخطوة وفاق المكاتبة الملف الخاص بها بعد إحضارها من غرفة الحفظ. إذا كان البريد مركزيا يتم يوزع المكاتبات على الإدارات المختصة بأسماء المراسلين، وتستعين المنظمات الكبيرة ببعض الوسائل الآلية في توزيع المكاتب أو المكتبات مثل أنابيب الأوراق بعد وضع المكتبات في أسطوانات خاصة من البلاستيك. سابعا، متابعة البريد الوارد. طبعا تسعى المنظمة إلى التي تحرص على سمعتها في التأكد من أن المكاتبات التي ترد إليها قد تمت معالجتها والرد عليها بسرعة، ويتولى متابعة الوريد الإدارة المتخصصة بالوارد، ويقوم رئيسها بحث العاملين على سرعة الرد على المكاتبات من خلال مذكرات استعجال. الآن انتهينا من عملية البريد الوارد، الآن ننتقل إلى عملية اللي هو الصادر. ننتقل إلى الصادر. إجراءات البريد الصادر، تتم إجراءات تصدير البريد وتوزيعه. أولا، تجميع البريد والمراسلات الصادرة كما فعلنا في البريد الوارد. ومن قواعد البريد الصادر أن تعطى المكاتبات الصادرة صورة طيبة عن المنظمة. اثنين، لا يثمر في هذه المكاتبات التزاما او تعهدا لا ترغب المنظمه فيه. فاول خطوه راح نعملها في اجراءات البريد الصادر تجميع البريد والمراسلات الصادره. في هذه الخطوه يتم جمع البريد والمراسلات من الادارات والاقسام في المنظمه خلال فتره زمنيه محدده، ويتولى المراسلون عمليه التجميع. اثنين، مراجعه هذه المراسلات. يقوم المسؤول في قسم البريد الصادر بمراجعة المراسلات من الناحية الشكلية والتأكد من أنها تحمل توقيع المسؤول ومن وجود الموافقات الخاصة بها إن وجدت. ثالثاً، يتم تجهيز المظاريف. يقوم العاملون في مكتب البريد الصادر بإعداد المظاريف للمراسلات طبقاً للعنوان المبين على كل رسالة. رابعاً، يتم فرز البريد الصادر. في هذه الخطوة يتم فرز البريد الصادر تبعاً للجهات المصدرة إليها، وفي هذه الخطوة يتم فصل الصور عن الأصل لأغراض الحفظ. خامساً، القيد في دفتر البريد الصادر. يخصص في الغالب دفتر يطلق عليه دفتر البريد الصادر ليكون سجلاً بكافة المراسلات الصادرة، يتضمن المعلومات الخاصة بالرسالة ومرسلها والجهة أو الشخص المرسلة إليه. مثلاً، ما هي المعلومات التي تتوقع أن يتضمنها دفتر البريد الصادر؟ ربما يعني الجهة المرسلة أو الجهة التي الجهة الخاصة بالرسالة أو الشخص المرسل إليه. سادساً، تغليف هذه المظاريف بعد الانتهاء من قيدها. يتم طي الخطابات وابعاث المظاريف الخاصة بها، وقد يتم ذلك يدوياً باستخدام أجهزة خاصة للطي والخطابات حسب حجم البريد الصادر. سابعاً، يتم لصق الطوابع. في هذه الخطوة يتم وضع الطوابع البريدية على المظاريف، وقد يستعين الموظف بآلة تحديد رسوم البريد لهذا الغرض. في حالة شركات بيع السلع عن طريق البريد، تحدد تكلفة مصاريف النقل لإضافتها لسعر السلعة. ثامناً، توزيع البريد وتسليمه. يتم تسليم البريد الخارجي إلى مكتب البريد في المدينة، أما البريد المرسل إلى جهات داخل المدينة فعادة ما يتم تسليمه عن طريق سجل تسليم المعاملات بواسطة المراسلين. في حال إرسال ملف طالب ثم انتقاله من مدينة الرياض إلى مدينة جدة، يتم عن طريق تسليمه عن طريق سجل تسليم المعاملات بواسطة المراسلين. أما البريد الخارجي يسلم إلى مكتب البريد في المدينة. كان هذا درسنا لهذا اليوم، اللي هو البريد الوارد والصادر وكيفية التعامل معه. ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم. في أمان الله.